شهدت فعاليات مهرجان التسوق الأول في تراغن تحت شعار النخلة أم مشاركة متميزة لبلدية مرزق، من خلال مشاركة جمعيات الريشة من منطقة يدليم والأياد المبدعة من مرزق ومشاركة فريدة من منطقة حج حجيل. جمعية الأياد المبدعة خاصة بالحاجات التقليدية طبعا زي الطبقان والمراوح والحاجات يدخل فيه السعف وغيره من حاجات طبعا. وعندنا المراوح طبعا، وعندنا الطبقان. المشاركات خصصت لها أجنحة داخل معرض المهرجان شملت مختلف جوانب إنتاج بلدية مرزق من سعفات النخلة وموادها التي تدخل كأجزاء مهمة لصناعات أخرى مثل عراجينها وليفها وكرنافها. من النخلة ندير منها كل شيء، ندير منها القفة، ندير منها الصفاي، ندير منها المروحة، ندير منها العلاقة، القفة اللي نحط فيها التمر ونحط فيها الخبزة كل من النخلة نصلحه فيه من النخلة، ونديروا الهادي اللي يرفع فيه متاع الهنو حسب على الحمير يحط عليه، نقول المنقل احنا تاع الليف هذه يروح من النخلة، بندير السمار حتى هو من النخلة، السدام تاعها من النخلة، كل حاجة من النخلة. مشاركة مناطق مرزق في المهرجان ليست الأولى على مستوى الدولة، لتظل حاضرة من عقود ماضية وإلى الآن، في دلالة على اهتمام متوارث عبر الأجيال بالنخلة، تقديرا لها وفخرا بمشاركتها لحياة الأسرة في الجنوب. رغم الحرب والنزوح، مرزق تظل حاضرة بفنها وتراثها، في إثبات للوجود وتحد لكل صعاب وتأكيد على الهوية.